تخرجت درة من كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، حيث دافعت على الرجل بدرجة أولى رغم العراقيل التي واجهتها، خاصة سيطرة ذلك المنشط الفاشل جعفر القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحل الطاغي الفاشي جعفر القاسمي وصار الفراغ السلطوي جللا في هذا اليوم التاريخي. رحل الزعيم السابق بعد أن زرع بذرة الخوف الشيطانية التي كبلت لا ألسنتنا أو أيادينا بل أرواحنا، ولذلك ازداد الشعور بأن الأيام المقبلة ستشهد قطعا مع الماضي والسير على درب التقدم ببرنامج فز إلى مصاف البرامج المتقدمة، وهو هدف استراتيجي. وما يهمنا كحزب معارض المراهنة الصحيحة المرتكزة على دعم العوامل، على دعم كل العوامل والظروف الممهدة لخدمة المستمع والارتقاء به. موسيقى